دعايه انتخابيه بس مغبطه، او بيبقى عليها عنوان كده بعيد شويه عن الدعايه، اللي هو مؤتمر مع بتوع السوشيال ميديا شويه، مؤتمر مش عارف مع الاعلاميين شويه، كلها دعايه انتخابيه بالشكل الصريح يا عبد الناصر، واللي بيحصل جواها دعايه يعني ما فيهاش هزار. في الوقت اللي غير ما مرة لأي عضو من ال 71 بره القايمة إنه يعمل يتواصل حتى مع الأعضاء، حتى الجداول يا عبد الناصر والاسطوانات اللي هيدول المرشحين ما فيهاش الأرقام الجديدة بتاعتهم، كلها أرقام مغلوطة. ومجموعة أحمد سليمان وجريته عندهم قاعدة بيانات، لولاها كانوا غرقوا، لكن هم عندهم قاعدة بيانات قوية، واكتشفوا إن الأسطوانة المدمجة اللي النادي بيوزعها على المرشحين أكثرها خاطئ والأرقام مش موجودة. بالظبط ده انا حذرت منه استاذ عبد الناصر، الارقام كلها قديمه وارقام ممكن تتعدى ال 10 سنين، الاعضاء في غيرت الارقام دي مش هي اخر تحديث ليها، دي حاجه. النقطه الثانيه استاذ عبد الناصر ان هم غير مسموح لهم بالمره ان هم يتواصلوا مع الاعضاء، ما ينفعش تقف مع اي عضو، ده وفقا للائحه الموضوعه بتاعه الانتخابات ممنوع الدعايه جوه النادي. طب امال انا مش هعمل دعايه جوه النادي، انا هعمل دعايه على كوبري اكتوبر مثلا، ما انا نادي الزمالك، انا هعمل الدعايه فين؟ انا سؤال اللي بوجهه لكل الناس، هو معلش برضه المفروض تبقى فينا محايده تدير انتخابات نادي الزمالك استاذ عبد الناصر، اللي بيحصل ده والله العظيم حرام. علشان مفيش كده اي نوع من انواع الشفافيه. عشان كده اعضاء الجمعيه العموميه كانوا غضبانين وزعلانين جدا من الوزير لما قال مع احمد موسى ان رئيس اللجنه الحاليه بيطبق القانون وبيدي فرصه للكل، قال لك فين؟ لا في تطبيق للقانون ولا في فرصه للكل، ده كلام عري تماما من الصحه. صحيح، انا بقول لحضرتك المؤتمرات اللي بتتعمل تحت مسميات لقاءات مع السوشيال ميديا ولقاءات مع الاعلاميين دي كلها عباره عن دعايه انتخابيه لقائمه واحده بس. انا من ثلاث ايام استاذ عبد الناصر انا كنت في النادي، كانت في مظاهره او زي ما يقول كده الاستاذ احمد جمال كان داخل النادي وفي حواليه حاشيه، طب اشمعنى ده برضه مسموح له الدعايه جوه النادي؟ اشمعنى ده يلتقي بالاعضاء؟ ولما يدخل اي حد من القوائم الثانيه او القوائم المستقله بيتم مطاردته من رجال الامن. لما حد يلتف حواليه من الاعضاء بيقول له ما ينفعش يا فندم كده، ممنوع الدعايه جوه النادي، طب اشمعنى بتسمح لناس وناس لا؟ ده سؤال انا بوجهه للوزير واللجنه الاولمبيه، انت معلش انت منعت الدعايه جوه النادي، ده قرار تعسفي ما ينفعش يحصل في انتخابات، لان دي انتخابات نادي مش انتخابات مجلس الشعب ولا تمنع فيها، لا مش ولا احنا في وقت صمت انتخابي. كل المرشحين من حقهم يوضحوا برنامجهم الانتخابي. في الوقت اللي قناه الزمالك غايبه تماما عن المشهد استاذ عبد الناصر، مش بتستضيف الاعضاء ولا توضح ولا بتخليهم يوضحوا وجهه نظرهم. ده فعلا عموما ربنا سبحانه وتعالى يجعل كيدهم في نحرهم، وان شاء الله باذن الله متابعين ملف الانتخابات يوم بيوم. نروح لموضوع مصطفى محمد، وانا بصراحه بفتح النار على رحيل مصطفى محمد، لاني من اول ما جت اللجنه قالت احافظ على اللعيبه وانا عندي ايقاف قيد ومش لاقي اللضع اروح بايع لاعب مهم زي مصطفى فتحي، يعني انا بتكلم على مصطفى فتحي، انا اسف مصطفى فتحي، انا بفتح النار على بيعه والاستغناء عنه، ينفع انا عندي القيد مقفول وما لاقيش لعيبه استغنى على لاعب وزن مصطفى فتحي بمليون دولار وفي الاخر اعمل فيلم وفيديو عشان اوضح للناس انه اللي هو اللي عايز يطلع ومصمم؟ طب انت عملت ايه؟ لا حافظت على فرقه ولا تعاقدت مع حد لغايه دلوقتي، واديك مشيت مصطفى فتحي. طيب عايز اقول لحضرتك استاذ عبد الناصر ان رحيل مصطفى فتحي جاء بناء على رغبه الاداره برضو، بس هي الفيديو دوت هو تبرئه قدام الجماهير. نادي الزمالك هيعاني من ورطه كبيره جدا استاذ عبد الناصر لما يجي يوم 31/5، انت ما خلصتش دوري ولا خلصت دوري الابطال، ومع ذلك انت فرطت في عناصر مهمه جدا على نادي الزمالك، اصلا ممنوع من القيد لفترتين ومش لاقي لعيبه هيكمل بيها، زي اللي قال الكارترون. قال الكارترون بيسالوه بيقولوا له انت ليه شاركت مصطفى فتحي؟ قال لو انا مش هشارك كل لاعب عنده مشكله في التجديد مش هلاقي لعيبه العب بيها. الزمالك هيلاعب فاركوس عبد الناصر بحوالي 5 ناشئين الماتش اللي جاي، فالزمالك ما عندوش لعيبه ولا عنده ذخيره من لعيبه عشان يطلع لاعب مهم زي مصطفى فتحي. انت يا سيدي كنت سبته وكمل الموسم، وكان يكمل معاك الموسم مصطفى فتحي، استفدت منه في الدوري ودور الابطال، لكن انت دلوقتي رايح تلاقي زي اللي حصل قبل كده في 2016، الزمالك صعد لنهائي افريقيا وعنده 16 لاعب من ضمنهم 3 حراس مرمى، وعانى بشكل كبير جدا وخسر بطوله سهله كانت في المتناول استاذ عبد الناصر. الزمالك بيكرر نفس الغلط انه بيفرغ الفريق من عناصر مهمه جدا في بدايه الموسم، كانت اللجنه باعت اكثر من لاعب وطلعت اكثر من لاعب اعاره، ودلوقتي المجلس الاداره المفروض اللي هو يحافظ على القوام زي ما قال بالظبط، هو ما حافظش على القوام، هو دلوقتي بيطلع لعيبه ولعيبه مهمه جدا من المفترض تكون موجوده يا استاذ عبد الناصر لنهايه الموسم. احنا بقى الموضوع بتاع المليون دولار، احنا اول ناس قلنا ان
الاداره طالبه مليون دولار، ولما جالها المليون دولار طلعت اللاعب في فيديو عشان تبرئ نفسها قدام الجماهير وتصدر اللاعب قدام الجماهير تقول هو اللي كان مصمم على الرحيل. مصطفى فتحي كان من حق نادي الزمالك يكمل معاه الموسم لحد نهايه شهر 6 وكان يكمل معانا الدوري ودوري الابطال، لكن اللي حصل النهارده انك انت بتستغنى عن لاعب مهم جدا في قائمتك وكمان مش هتعرف تعوضه، ما فيش بديل انك انت تجيب لعيبه في يناير. فدي ازمه جدا، ولسه الزمالك يعاني من الموضوع دوت شويه قدام مس عبد الناصر لما في بعض اللعيبه كمان هترحل، لسه في لعيبه تانية هترحل كمان بنهايه يناير. اذا مصطفى فتحي يا جماعه في التعاون السعودي بمليون دولار، وطبعا صحيح. كالعاده هم ما رضوش يقابلوا حازم فتوح وكيله وما رضوش يتعاملوا معاه. اللي كان موجود معاه كان موجود صديق احمد مصطفى فتحي، في اللي حتى بيقول له مين دوت، قال له ده صديق ومتربي معايا، ما كانش موجود الوكيل بتاع مصطفى فتحي لانه ممنوع من دخول النادي. تمام، اللي بعده في الفيديو اللي بعده. طيب الفيديو الكلام اللي بعده دي الصوره ده. دي الصوره يا جماعه الرسميه، ها بعد توقيع مصطفى فتحي للتعاون وبيعه رسميا، اها الصوره الرسميه، ها مصطفى فتحي بقميص التعاون ومع مندوب نادي التعاون اللي انهى الصفقه رسميا، مصطفى فتحي في التعاون السعودي. اللي بعده احنا كنا اول ناس برضه عشان ناكد تاني، كنا اول ناس قلنا الرقم اللي هو اللي طالبه الزمالك لو جه هيتم الموافقه على مصطفى فتحي اللي هو مليون دولار. وادي الخطاب عشان بس نحفظ حقوق. وادي الخطاب بتاع المليون دولار يا جماعه، اهو خطاب المليون دولار اللي احنا كنا اول ناس عرضناه، اهو بنعرضه مره ثانيه، اهو اهو ده خطاب التعاون السعودي للزمالك اللي بيوافق فيه على المليون دولار اللي احنا انفردنا بيها مع علي من يومين. اللي بعده يا علي. طيب هنروح لموضوع تاني، وموضوع قائمة السلة. الزمالك تعاقد مع 4 لعيبة بس عبد الناصر أجانب عشان يلعب كأس العالم، كأس العالم للأندية لكرة السلة. اللعيبة هم، أنا هقول القائمة كلها، اللعيبة القائمة: أدهم عصام، أحمد حاتم، عمر هشام، إسلام سالم، الأمريكي إيدجر سوسة، أحمد عزب، معاذ أيمن، أنس أسامة، مصطفى مكاوي، حازم المشد، أحمد ياسر، أحمد أسامة، والمحترفين هم مس عبد الناصر، توني روتين، ديو كاردو سبونسر، ايك دي جوجو، عمر عباده من تونس. طيب الزمالك هيلاعب، قلنا هيلاعب فرقه اسمها سان باولولو البرجيس اللي هو الاسباني، كمان ده في نص النهائي، وبعد كده هيلاعب لو كسب المباراه هيلعب مع بطل امريكا الجنوبيه وبطل امريكا الشماليه في حاله الوصول للنهائي، اللي هيكسب منهم هيلاعب الزمالك يعني، او لو الزمالك صعد. تمام. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه، كاترون النهارده بيستفسر عن مصابين الزمالك عشان من الدكتور محمد. الزمالك بيعاني، انا يعني لسه بنتكلم في معاناه الزمالك من نقص اللعيبه، والنهارده كاترون بيستفسر عن اللعيبه المصابه عشان تبدا تشارك. اللعيبه هم عمر السعيد، طارق حامد، كمان شيكابالا لسه راجع من اصابه بكورونا، علشان كده الزمالك بيستفسر عن اللعيبه دي. الزمالك محتاج كل اللعيبه في الوقت اللي الاداره بتفرط فيه من لاعب من اهم اللعيبه اللي موجوده في السكواد بتاع الزمالك. شيكابالا وموقوف من المشاركه في مباراه فاركو اللي هتكون بعد يومين، اللي هي بكره بالنسبه لنا النهارده هتكون، اللي هي يوم الثلاث. شيكابالا عبد الناصر بيشارك ليه يومين في التدريبات، لكن لسه مش جاهز بدنيا بشكل كامل. اللاعب كان واخد مش واخد اجازه، واجازه مرضيه اللي كانت 4 ايام بعد اصابته بكورونا عبد الناصر، وتم النتيجه طلعت سلبيه، شارك في المران بس لسه مش جاهز بدنيا، ومش من الممكن ما نلاقوش في مباراه فاركو اللي هي بكره ان شاء الله. تمام. طيب بالنسبه لموقف طارق حامد وعمر السعيد وعبد الناصر، لسه حتى الان هم اللعيبه الاثنين بيتاهلوا والموقف بتاعهم مش واضح، علشان كده عمر الكابتن محمد اسامه طالب من كارتيرون انه بكره هيوضح الموقف النهائي ليهم، هل من المشاركه في كاس الرابطه ومباراه فاركو ام لا. ده عمر السعيد وطارق حامد. تمام. طيب هنروح لخبر تاني، عبد الناصر بالنسبه للتجديد انا اقول لحضرتك اخر تطورات بالفعل، انه الفلوس اللي خدها الزمالك من اعاره مصطفى فتحي هتتوجه لحاجتين. الكلام هيفتح الكلام تاني مع اشرف بن شرقي ويكون مقدم التعاقد جاهز، كمان هيكلم رزاق سيفيف في دفع مقدم التعاقد اللي يابله، هو اتفقوا مع رزاق على 800,000 دولار في الموسم، فرزاق طالب مقدم التعاقد عشان يبدا يمضي. الزمالك هيستغل موضوع الفلوس اللي جت من مصطفى فتحي في التجديد لرزاق سيسي، ويتكلم كمان مع اشرف بن شرقي ويدفع مقدم التعاقد بتاع حازم امام ومحمد عبد الشافي. دي مصير الفلوس اللي هياخدها الزمالك من صفقه مصطفى فتحي. تمام. اخر حاجه، مصطفى فتحي هيكون موجود بكره في المران عشان يودع زمايله، ومن بعدها على طول هيسافر النهارده يعني اخر اليوم هيسافر على طول على التعاون السعودي. كل حاجه كانت خلصانه لصلاح عبد الناصر، كانت واقفه بس ان المبلغ يوصل مليون دولار. ما حدش يقول ان الزمالك كان رافض ومش رافض، لا الزمالك كان موافق بس يوصل المبلغ مليون دولار. شكرا جزيلا يا استاذ علي. تحت.
تحياتي لحضرتك استاذ عبد الناصر. شكرا.